السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة ديالكم ZS Shoe. في هذا الفيديو إن شاء الله تكون فيديو مختلف على جميع الفيديوهات. لهذا هذا الفيديو تكون أنبوكسين ديال واحد العلبة اللي تحلم بها جميع الشباب أو جميع صناع المحتوى. لهذا قبل ما ندوزو شنو هي العلبة، تنقول لك إلا كنتي أنت ولا أنت أول مرة تشاهد القناة، تنقول لك نزل دابا تشترك في القناة وكذلك الضغط على زر لايك إلا عجبك الفيديو، وهذا فضل ليس بالأمر. والان ندوزو كاملين نتعرفوا شنو هي هذه العلبه. هذه العلبه كما تشوفوا هي دي جي اي ميني 2 اخر اصدار شركه دي جي اي، وهي درون. هذا الفيرسون اللي عندي فيرسون ديال الكومبو، تيكونوا مع لي زاكسيسوار اللي زايدين. المهم ما نحرقش المراحل، ندوزو الانبوكسين ونتعرفوا شنو اللي مع زيد، نتعرفوا كذلك شنو هما لي زاكسيسوار اللي معاه. ندوزو انبوكسين. والان ندوزو الانبوكسين للعلبه، نشوفوا شنو الداخل ديالها ونكملوا معكم. بقاو معايا ما تزابيوش. كما تشوفوا هذه هي الكارطونه كما تجي، كما قلت لكم دي جي اي ميني 2 نوع كومبو تيكونوا مع لي زاكسيسوار اللي زايدين. المهم دابا اول شهر ما نكذبش عليكم، شهر رائع باش تكون شي حاجه تحلم بها وتتوصل لها، شعور رائع باش تحلو. بسم الله على بركة الله. كما تشوفوا ملي تحلو العلبة تلقاو الساك ديالها بحال هكا، نجبدوها من الساك ديالها. اوبا، الساك ديالها هو هذا كما تشوفوا، رائع، صنع من يعني من مادة جيدة، يعني كاليتي مزيانة. الساك شي بان لك راه كاليتي مزيانة، وكذلك ما نساوش راه ما تيدخلش الماء. الان اللحظه الحاسمه، نقوم بفتح العلبه. ايه بسم الله على بركه الله والحمد لله على كل شيء. كما تشوفوا هنا تيكون واحد الجويب، وهنا شنو كاين، ها هي الدرون خليوها هي الاخرى. هذه اكسسوار، يعني هذا يكون فيها الباتريات والشارجر، خليوها نحطوها هنا، نحطوها هنا. شنو هي هادي؟ هادي الريموت كونترول باش تتحكم بها، نحطوها هنا. هذا شنو هذا، شنو هذا، هذا تيكون فيها الكشوبه ديالها، طريقه الاستعمال ديالها، ومنين تيليشارجي لابليكاسيون ديالها، وكلشي تيكونوا هنا، نخليو هنا كذلك. هنا تيكونوا مع لي زاكسيسوار اللي زايدين، نتعرفوا عليهم دابا شنو هما. فرفارات، يعني تيكونوا مع تيكونوا مع اربعه الفرفارات، يعني ترسات المره الاولى عندك باش ديباني، ترسات المره الثانيه عندك باش ديباني، ترسات المره الثالثه عندك باش ديباني. وهي راه ديجا تكونوا فيها فرفارات. شوفوا واش باقي لنا شي حاجه. هذا مفك البراغي، يعني تورنوفيس باش نحلوا الفرفارات. هما راه ديجا عطينا معاه واحد ليفيس باش تسدو. وهذه ديالاش، هذه ديالاش، هذه ديال الريموت زايدين. ديجا هي اصلا تيكونوا فيها جوج، هنا هما جوج، خليو يلا خر. دابا ندوزو الوحش. يا بسم الله، كما تشوفوا معنا الدرون دي جي اي، رائع. اوه على كاليتي باش مصنوعه، هذا الملمس ديالها الرائع. صراحة أنا أول مرة غادي نشد درون في اليد، واحد الإحساس لا توصف، بالخصوص إذا كانت الحلم ديالك وتحقق. كما تشوفوا تيجي داير على هذا بروتيج على قبل الفرفارات، شاد الفرفارات من هنا كيفاش تجمع كاملة. والآن الساك واش باقي فيه شي حاجة، هذا شي حيد البروده، صافي ما بقى فيه والو. الصا كما تشوفوا الصنع ديالو صنع جيد،
يعني كاليتي اللي مزيانه ماشي الساك غير هكاك وصافي، تيبان لك المواد اللي مصنوع بها رائعه جدا. هادي شنو هي هادي؟ هادشي كيتشا لاصقه ديال الشركه دي جي اي، انك خذ المنتوج من دي جي اي كما تشوف. كذلك هنا كاين واحد الكود شيما اكسسوار توروك، انا تعلموك انا كاينين هنا لي زاكسسوار. والان ندوزو نجربوها نحلوها نشوفوا كيفاش تستعمل كيفاش تستعمل. ديجا شايف فيديوهات عليها. هذا البروتيج كما قلت لكم تيشد الفرافر، هنا تتكون واحد التيكيته تشد لها بحال هكا تتحلها. والله واحد الشعور اللي رائع 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 جدا. تتمنى اي واحد تيحلم انه يوصل لها، ولا ماشي غير درون، اي اي واحد تيحلم باي حاجه ان شاء الله تحقق له باذن الله ان شاء الله. غير خاصك تخدم عليها ماشي تسناها تجي عندك، حاول دير مجهود وان شاء الله الله ما يخيب حتى شي واحد. انا ربي هذه بالنسبه لي كانت حلم، والله الا كانت حلم. شوفوا هذه كيفاش طف. ايوا شويه زوير شويه بشويه راه باقه جديده. هذا البروتيج ديال الكاميرا كما تشوف، نحطوه هنا طريقه الفتح. تنشدوا الفرفاره الاولى تنديروا لها الطف، الفرفاره الثانيه تنديروا لها بحال هكا. هادو الفرافر تيكونوا من هنا لتحت، طريقه الفتح ديالهم تتهبط لتحت بحال هكا تدور طف. كذلك هادي تتهبط من لتحت تدير طف. والان والان رائع رائع جدا رائع جدا. هادشي الملمس ديالها واحد النوعيه اللي جيده، زعما كاين تتبان لك راه كاليتي ديال الشركه محترمه، ماشي بلاستيك لي عادي وصافي. صراحه برافو برافو شركه دي جي اي. هنا نتعرفوا شنو كاين هنا، نسينا هاد البواطه هادي. هاد البواطه تيكون فيها الشارجور كما قلنا، الشارجور مولي نرتب هادشي. تيكون مع الشارجور ها هو، تيكون مع هذا الكابليات ديال الريمو كونترول، ريموت كونترول باش تكونيكتا مع التليفون. ديجا تكون عطينا مع الكابل ديال الايفون، تيكون في التليكوموند لاصق فيها. وهادو تيعطوك مع ديال التليفونات اندرويد تايب سي والميكرو اس دي ديال سامسونج العادي اللي بغيتي تكونيكتيهم. نشوفوا شنو كذلك كاين. كاين الكابل ديالها، الكابل ديالها باش تدير مع الشارجور. شنو هي هادي؟ هادي الباتريات اللي كما قلت لكم، هاد النوع كومبو تكونوا مع 3 باتري زايدين، تكونوا 3 باتري يعني فيها هي باتري تكونوا زايدينك جوج باتريات. تعرفوا عليهم كما تشوفوا جوج باتريات. الباتري الثالث تيكون ديجا في الدرون تيكون فيها. دابا نديرو شي سينيماتيك خفيف ظريف ونكملو معكم الدراري. طريقة الاشتغال ديالها هي دي من قبل من نصائح ديال الدرون، انك تشعل الريموت كنترول قبل ما تشعل الدرون باش تقدر تحكم بها. ندوزو دابا
التطبيق ديال دي جي اي هو هذا دي جي اي فلاي، قوموا بالدخول ليه. طريقة الاشتغال ديال الريمو كونترول، تدير توريكه واحدة خفيفة وتوريكه الثانية تتقمر ركلة تتشد الريمو كونترول بحال هكا. شنو نديرو شنو نديرو هاهي. دابا نقومو بتشغيل الدرون. الدرون تنديرو لا تاهي كذلك توريكه خفيفة وتوريكه الثانية تتقمر ركلة هاهي. الطريقة كيفاش تشد كيفاش دير تتكليونتي فيه هادي من بعد هادشي كامل تفاديا للاصطدام. تطلع لينا هنا في الريمو كونترول في التليفون ديالك يقولوا لك هاي الدرون ديالك واش تشوف الكاميرا. هنا تتانستالي لا لي ميزاجور ديالها كاملين اللي كانوا من احسن اول مره تستعملها تتانستالي كاع لي ميزاجور اللي شاتاو كانوا. دابا ندوزو فيو ديال الكاميرا. قوموا بحال هكا على بركة الله. هاي بدات هنا قال لك هنا يقولوا لك انك راك في واحد المنطقه اللي ما فيهاش جي بي اس. دابا غنقوموا بالتجربه ديالها الخوت التجربه ديالها. يا بسم الله. اوه دابا كما تشوفوا يا وفيه واحد برد ماجد. قوموا بالتدوير ديالها. رائع جدا طريقة. رائع جدا رائع كما تشوفوا. هاي صدور هايش تنزل. دابا نعاودو نشغلوها نشوفوها. هاد البلاصة تتعطيك ان لو باش يطلع تلقائيا تتورك عليها هادي تتبقى مرك هنا تطلق تتشال. هاي تهز الراس كما تتشوفو. هاي الجيبوش اللي عندي الا حاولتي تشدها من التحت انا سكين كانت عندي. رائع جدا رائع شعور رائع. كما تشوفوا نحاولوا نحطها فوق الطابله. هبوط ناجح كما تشوفوا الخوش. هذه دي جي اي اخر اصدار شركه درون ميني 2. بقاو معنا ما تزابيوش ندوزو لاخر فيديو.
ونكملوا معكم. والان تنكون وصلنا لاخر فيديو، تنتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم. الى عندكم اي اسئله حول هذا الدرون ما عليكم غير تخليوا لي جميع الاسئله ديالكم في لي كومونتير، وغاد الفيديو القادم ان شاء الله غادي نجاوبكم على جميع الاسئله مع الشرح طريقه الاستعمال هذا الدرون وكذلك مع لقطات سينمائيه. لهذا هبط دابا اشترك في القناه باش يوصلك كل جديد، ونتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. الى الفيديو القادم ان شاء الله، تهلاو لي فريوسكم، تشاو.